السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم الإخبارية مرو نيوز. اهتز بيت حزب العدالة والتنمية بمنطقة رأس الماء بجماعة عين شقف ليلة الأحد 25 فبراير 2019 على وقع فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشفت مصادر خبر اعتقال زوجة قيادي بمحلية رأس الماء التابعة للمكتب الإقليمي لمولاي يعقوب، بعد أن ضبط زوجته تخونه مع عشيقها الملتحي ببيت الزوجية بذات المنطقة. وأضافت ذات المصادر أن الزوج القيادي بذات الحزب لم يمتلك أعصابه عندما شهد زوجته تخونه مع عشيقها ببيت الزوجية، مما جعله ينفذ هجوما دمويا على عشيق زوجته الذي ينحدر من مكناس. وفي نفس السياق تدخلت السلطات المحلية وعناصر الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي ببنسود مدعومين بالقوات العمومية لتطويق المكان فور إبلاغهما بالواقعة بتعليمات النيابة العامة المختصة، مما عجل باعتقالهم متلبسين ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليهم في محضر قانوني وتقديمهم بالمنصوب إليهم، لتبقى فضائح العدالة والتنمية في تزايد يوما بعد يوم. شكرا لوفائكم لقناتنا وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا على المتابعة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.